السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأعزاء، جميع الزملاء والأصدقاء، وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا فيما يتعلق بنظام صعوبات المقاولة، وغنتكلموا في هذه الحصة على كيفية إجراء التفويت من بعد ما شفنا التفويت. إذا كيفية إجراء التفويت، كيتم إجراء تفويت المقاولة وفقا لمجموعة من القواعد اللي حددها المشرع بطبيعة الحال في المواد من 603 إلى 609 من مدونة التجارة. أعيد، يتم إجراء تفويت المقاولة وفقا لمجموعة من القواعد حددها المشرع في المواد 603 إلى 609 من مدونة التجارة، وهي كالتالي: أولا، يكون التفويت إما كليا أو جزئيا، وحينما يكون جزئيا يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، ويجب أيضا أن يتعلق بمجموعة عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة ومستقلة. ثانيا، تبليغ عروض شراء مقاولة إلى السنديك داخل الأجل الذي سبق لهذا الأخير أن حدده وأعلم به المراقبين، على أن يفصل وجوبا بين تاريخ توصل السنديك بالمرض وبين الجلسة التي تعقدها المحكمة للنظر في العروض، أجل مدته 15 يوما، إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة بطبيعة الحال والسنديك والمراقبين. ثالثا، يتضمن كل عرض الإشارة إلى مجموعة من البيانات حددتها المادة 640 من مدونة التجارة، منها على الخصوص الإشارة إلى ثمن التفويت وكيفية سداده وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض. رابعا، قد ترتبط المقاولة المراد تفويتها مع الغير بمجموعة من العقود، كعقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو عقود التزويد بالسلع أو الخدمات أو غيرها من العقود. وفي هذه الحالة تحدد المحكمة من تلك العقود ما هو ضروري للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة. هذه الأطراف التي يقوم السنديك بالإبلاغ عنها، ويجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح مسطرة التفويت، على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة أجل الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة بطبيعة الحال، وتترتب عن تفويت المقاولة وفقا لمخطط التفويت آثار تهم المفوت إليه أو المعفو، وأخرى تخص الدائنين. إذن إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أعيد تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء، وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأشكر الجميع، وبالتوفيق والنجاح.